والله وبدون مبالغه وحشتوني قوي قوي قوي، يعني الفتره اللي فاتت لا عارفه اطلع ولا عارفه اصور ولا عارفه اعمل اي حاجه خالص. عارفين اللي بتجري في سباق؟ انا والله والسباق مش عايز يخلص، يعني مش عارفه اللي هو بيوم بيحصل حاجه، اليوم اللي بعده بتحصل حاجتين، اليوم اللي بعده يحصل حاجه تانيه، مش لاحقه والله. بحاول. فيلا بينا النهارده نجهز مع بعض علشان خاطر معايا وقت شويه، يعني النهارده غير الايام اللي فاتت شويه معايا وقت، معايا ايه حوالي ساعه الا ربع نجهز فيها بقى براحتنا. يلا بينا. واول حاجه هنعملها وهي ان احنا هنرطب بشرتنا. انا رطبت بشرتي النهارده من ساعه ما صحيت يعني 3 4 مرات بامانه، دي ممكن تكون المره الرابعه علشان خاطر ايما النهارده مش فايقه اساسا، وكل شويه ادخل اغسل وشي علشان خاطر افوق وارجع ارطبه تاني، وادخل اغسل وشي وارجع ارطبه تاني. فمش مهم، المهم ايه البشره تفضل مترطبه على طول. الفترة اللي فاتت دي بقى مش نافع معاها حاجة اسمها صن بلوك حقيقي، انا بحطه كده كجبر خاطر والله اسوديت بقى وبشرتي باين عليها ان هي بهتانة، بس احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا خالص وهنزود في الصن بلوك، خاصة ايدي يعني ايدي اغمقت درجتين ثلاثة عن الطبيعي. يلا نحط صن بلوك. هاخد الصن بلوك بتاع درماتيك. انا الصراحة يعني الكمية دي يعني بحسها كتيرة بتضايقني، ما بحبش الحاجة اللي بتحررني ولا بتلزق، مع ان الصن بلوك بتاع درماتيك مش كده الصراحة خالص، لا بيحرر ولا بيلزق على البشرة. المنقذ بتاعي في اللحظات الصعبة والسريعة الفاونديشن بتاع برجوا هيلسي ميكس، يعني خفيف وفي نفس الوقت مش بيأذي البشرة ومش بيبان قوي على البشرة، وبفرده بإيدي على طول مش بيضايقني في أي حاجة خالص الأماكن، بس اللي أنا يعني لو عايزة داري فيها حاجة. عايزه اقول لكم عادي يا جماعه يبقى عندنا حبوب وباينه والله، يعني عادي الميك اب مش بيداري البروز بتاع الحبايه، يعني هي ممكن اداري اللون بتاعها بس انا يعني هي مش فارقه معايا قوي، بس كبروزها هتفضل باينه زي ما انتم شايفين كده، يعني هي مش بارزه قوي بس يعني برضو باينه. فزي ما بقول لكم كده احنا لازم نتقبل شكلنا باي حاجه، حبايه بقى لو حد عنده تجاعيد مثلا عادي والله، كل الحاجات دي بتبقى عندنا كلنا، حتى لو انت صغيره او كبيره الميك اب لا بيداري تجاعيد ولا بيداري بروز حبايه مثلا ولا بيداري الحفر اللي موجوده في البشره، الميك اب بس بيحاول ان هو يوحد لون البشره ويداري التصبغات فقط، لكن مش بيداري لا حاجه خارجه ولا حاجه داخله، علشان هو سوري مش جبس، هو مش معجزه، هو بس بيحاول يوحد لون البشره علشان نتقبل اللي مضايقنا بس. لكن بقى الحاجات الكتيره دي بتاعه الحبوب بقى والحفر لا، الحاجات دي بتتعالج، لكن الميك اب مش علاجي، الميك اب بس تجميلي مش اكتر ولا اقل. اي تنت بقى او اي روج بتحبوا درجته او قريبه مثلا من اللي انتوا هتلبسوه، وبحطه الاول قبل ما اثبت البشره بودر. فرشه فلافي وهاخد كومباكت بودر وهثبت بيها بشكل عشوائي. هاخد درجة 7 من بلاشر ارتيكو.
بعد كده هبتدي ان انا احدد الشفايف بليب لاينر بني. بعد كده هجرب معاكم درجة الروز الأحمر دي من أرواش كيكو الخشب، فيلا بينا نجربها مع بعض. عارفين اللي مزعلني ان هي لونها في الكاميرا باين، يعني درجة الروج باين ان هي احمر، في الحقيقة فوشيا فاقع قوي والله. عارفين لون فوشيا بتاع زمان اللي كنا بنحطه ده؟ ف ده في الحقيقة مش عارفة ليه مش طالع نفس الدرجة دي، يعني لما جربته قبل كده مرة يعني من غير بقى ما محدد او حاجة كان باين ان هو احمر اللي هو مدي على اورنج شوية. دلوقتي الدرجة اختلفت خالص، يعني بقت درجة ثالثة. فدي الدرجة مش عارفة همسحها اكيد، مش حاسة الدرجة اوفر قوي مكبرة بقي قوي. لا 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 مش عارفة بصوا الحتة اللي من جوه دي ما كانتش فيها روج، فلما حطيت فيها روج وما حطيتش فيها البني اداني درجة روج احمر. فتفتكروا المشكلة في درجة الروج البني؟ بس ايه اللي هيخلي البني يحوله للفوشيا؟ يعني ايه مش عارف ايه اللي هيخلي مش عارف يعني امسحه واحطه من الاول ولا اعمل ايه؟ لا انا ممكن اساسا مش هحط الدرجة خالص وهحط عليها ليب كلوس فاتح فيغير لي الدرجة خالص بقى. يلا بينا خالص خلاص كده، يلا بينا خالص. عايزة افاجئكم ان انا المرة دي مش هلبس كوتشي، بقالي اكتر من سنتين حقيقي ما بلبس غير كوتشيه بجد. فعايزين نختار مع بعض بس الشوز كده، يعني نختار دي ولا نختار التاني؟ تعالوا بقى نرجع كده تاني. تعالوا نجرب تاني، البس دي ولا البس دي؟ مش عارف، تعالوا نجرب دي كده ولا الشوز دي؟ لا حاسه البيضه احلى، حاسه ان انا هلبس البيضه مع اني دي مريحه قوي اكتر من البيضه، بس حاسه لا البيضه شكلها احلى. بس كده كان لوك النهارده. النضاره بس كده ده كان اللوك بتاع النهارده، وقولوا لي رايكم واكتبوا لي افكار في الكومنتات، واشوفكم على خير ووحشتوني جدا وسلام.